بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين. مشاهدينا ومتابعينا الكرام في كل مكان، اسعد الله مساءكم وجميع اوقاتكم بكل خير. احييكم من جديد وفي انطلاقة جديدة لتعلن انطلاقة الشوط الثامن للقعدان الثنايا المهجنات. اعلنت الانطلاقة، نرحب بهذه الشعارات والاسماء الحاضرة والمتواجدة في هذا المهرجان، مهرجان جائزة زايد الكبرى. بسم الله بدأنا وعلى الله توكلنا. مقدمة الشوط ناهي عبد الله بن خلفان بن علي الرفيسة الاكتبية، يقدم لنا شعاره. المركز الثاني وتابع القادم زعيم عتيق بن مطر بن حسن القبيسي، يقدم الزعيم مع المركز الثاني. المركز الثالث القادم والحاضر نجدة لاهوم بن سعد بن طالب آل فهيدة المرية، هو الحاضر مع نجدة وشعار نجدة. المركز الرابع أتابع القدوم والحضور من الذيبة، عبد الله بن خميس بن محمد بن عمر الشامسية هو الحاضر، بينما القادم مع المركز الخامس. أتابع في هذه اللحظات الحضور من ملهم حمد بن نيان بن سالم العامري مقدما لشعاره. المركز السادس أتابع الانضمام والدخول في هذه اللحظات، أتابع مذخور سعد بن عامر بن سعد آل فهيدة المري، بينما الدور دور المركز السابع لأتابع مبلش محمد بن عتيق بن زيتون الأميرية. المركز الثامن أتابع الواضح خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي هو القادم مع الواضح وشعار الواضح. المركز التاسع أتابع الذيب عبد الله بن خميس بن محمد الشامسي، بينما المركز العاشر القادم والحاضر أتابع غزيلان سالم بن سهيل بن مسعود العامري مقدما لشعاره ومقدم غزيلان. هكذا يا من تتابع، هو النداء الاول للعشرة الاسماء المتقدمين. نعود الى الصدارة والى مقدمة الشوط، الى المركز الاول في هذه اللحظات. من يحتل الصدارة؟ الزعيم 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 عتيق بن مطر بن حسن القبيسي مقدما لشعاره، يحتل المركز الاول، يحتل الصدارة. بينما اللي قادم اللي حاضر ناهي عبد الله بن خلفان بن علي الاكتبي مقدما لشعاره. المركز الثالث أتابع القدوم والحضور من مذخور سعد بن عامر بن سعد آل فهيدة المري، هو الحاضر مع المركز الثالث. المركز الرابع أتابع القدوم والحضور في هذه اللحظات، القادم والحاضر ملهم حمد بن نيان بن سالم العامري يقدم لشعاره. المركز الخامس القدوم والحضور اللي قادم نجدة لهم بن سعد بن طالب آل فهيدة المرية، يقدم لنا شعاره. الشريم قادم في هذه اللحظات مع شعاره وانطلاقاته، بينما القدوم والحضور تابع المجازف مع مبلش محمد بن عتيق بن زيتون الأميري، هو القادم مع مبلش وشعار مبلش. المركز السادس القدوم والحضور الواضح الواضح، هو القادم خليفة بن سلطان بن رشيد السويدية، يقدم لنا شعاره. المركز السابع القادم والحاضر، أول نداء للشبابي أحمد بن راشد بالعبده،
المنصورية أول قادم مع الشبابي المركز التاسع. الانطلاق والحضور أيضا من الشبابي. سالم بن دغمان بن سالم المدهوشي مقدما لشعاره والوصول تابع. انطلاقة سراب سيف بن مطر بن عبد الله المسافرية. هكذا يا متابعين النداء الثاني. أعود من جديد إلى مقدمة الشوط حيث تبدأ المعركة الآن. يبدأ الصراع ما بين الكبار ما بين العمالقة والفطاحلة. أعود إلى الصدارة إلى ناهي عبد الله بن خلفان الاكتبي مقدما لشعاره. ناهي مع الصدارة ومع المركز الأول بالرفيسة وشعاره يحتل الصدارة. بينما القادم بن شريم قادم يقدم لنا شعاره يقدم نجدة لهم بن سعد بن طالب بن شريم المري. هو الحاضر هو القادم والحضور تابع وتابع القدوم والحضور من شعار. الله الله مذخور سعد بن عامر بن سعد آل فهيدة المري يقدم لنا شعاره. أيضا المركز الرابع ملهم حمد بن نهيان بن سالم العامري قادما بشعاره. الشبابي قادم الشبابي قادم بكل قوة. يتقدم أحمد بن راشد العبد المنصورية مقدما لشعاره مقدما للشبابي. ولكن نجد نجد مع الصدارة نجد مع المركز الأول. 1200 1200 يا أهل الثنايا. ونجد مع الصدارة نجد مع المركز الأول لهم بن سعد بن طالب آل فهيدة المري يقدم لنا شعاره ويقدم نجده. الكيلو الأخير الكيلو الخطير. روح يا بن شريم روح مع نجده وانطلاقاته. هذا الشعار العريق هذا الشعار الكبير. من لا يعرف بن شريم وشعاره له بن سعد بن شريم المري مع نجده مع نجده وانطلاقاته مع نجد وتحدي. الأمتار الأخيرة ما بين نجدة ما بين القدوم والحضور من مذخور. آل فهيدة وآل فهيدة لمن الناموس لمن الانتصار. ولكن نجد مع الصدارة نجد مع الصدارة ما زال مسيطر. اللحظات القاتلة اللحظات الخطيرة. روح يا بن شريم روح ولا روح يا بن رفادة. ولكن بن شريم بن شريم بن شريم بن رفادة بن رفادة بن شريم. الناموس لمن الناموس لمن بن رفادة. الله يا مذخور ما بين مذخور ما بين نجد 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 ولا مذخور. ولكن مذخور يا هي لحظات يا هي لحظات. ولكن الرفادة الرفادة مع شعاره. الله يا مذخور سعد بن عامر بن سعد الرفادة المري تارينا. والناموس المركز الثاني نجد له بن سعد بن طالب آل فهيدة المري. والمركز الثالث المركز الثالث كان متابعنا الكرام الزعيم عتيق بن مطر بن حسن القبيسي. المركز الخامس المركز الخامس كان الدخول جماعي ما بين شعار متابعنا الكرام ملهم وشعار مبلش نهيان بن خالد بن سالم العامري. إذا نعود إلى التوقيت الزمني ولحظات وصول مذخور معلن الفوز والانتصار. التوقيت الزمني 9:12 72 جزء من الثانية. تهانينا لمالك مذخور سعد بن عامر بن سعد آل فهيدة المري. المركز الثاني كان نجد بشعار بن شريم 9:13 28 جزء من الثانية. المركز الثالث كان الزعيم 9:
14 ثانية بدون أجزاء من الثواني. كان متابعينا الكرام شعار الزعيم عتيق بن مطر بن حسن القبيسي.